عايز اقول لكم بس بسرعه النص بتاع الابتدائي يا شباب، بتاع الرساله بتاع التلميذ موضوع التعبير. طيب تلميذ اللي انتوا شايفينه ده كاتب موضوع تعبير، خد فيه 10 من 10، كتب موضوعين تعبير. موضوع عن الام بيسخر من الام وبيقول لك خليك فاكر انها وحشه وعنده اخطاء املائيه بشعه بشعه. وموضوع تاني كان عن ايه يا شباب؟ عن قيمه العمل، حاجه كده، ومنقي كلام مجعلص نقله وبعدين اي عك في اي حاجه في الدنيا. المدرس اداله 10 من 10. المدرس ده اذا كان ده مستواه يجب يرجع ابتدائي يتعلم تاني، ما كانش ده مستواه يجب يتوقف عن العمل فورا، ده غير امين على الطلاب. ده بيودي التعليم في داهية لما التلميذ ده يعتقد انه مستواه يأهله ان ياخد 10 من 10، تبقى مصيبة. طيب